السلام عليكم، بنرحب بكم بمشروع فوسترينج انتربرينورشيب ان ساينس تكنولوجي انجينيرينج اند مات. هذا المشروع ممول من الاتحاد الاوروبي، ومن ضمن الفقرات الموجود فيها اللي هي كيف نعزز الفكرة الانتربرينورشيب في المساقات اللي تدرس في الجامعة كطلاب وكأعضاء هيئة التدريس. من الشغلات المهمة اللي احنا لازم نطلع عليها كيف احنا نعمل جنريتنج للايدياز، وكيف سبوتنج للأوبورتونيتيز الموجودة عندنا في هذا المجال. هذا ملخص اللي حنتكلم عليه في هذا المجال. الايديا يعني جينيريشن عادة ممكن تكون انوفيتيف، ممكن تكون ديفلوبد او اكشواليزد اللي عندنا. يعني هي ايش؟ بنبدا في مرحله الانوفيشن، بعدها بندخل في الديفلوبمنت، وبعدها بنوصل للاكشواليزيشن الموجوده. هذا الطريقه اللي احنا بنفكر فيها في هذا المجال. الان في جزء اللي هو بتعلق بالكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي الابيليتي تو برينج سمثينج نيو انتو اكزيستنس. الانوفيشن اللي هي از ذا ترانسليشن اوف ان ايديا انتو ابلكيشن ويتش هاز كوميرشال فاليو. يعني الكرياتيفيتي بدي اجيب فكره جديده، بينما الانوفيشن في حاجه موجوده انا بدي اضيف لها فكره لتطبيق جديد واعطيها قيمه سوقيه في هذا المجال. زي ما بنلاحظ innovation doing different things، creativity هنا creativity doing things differently. يعني هذا الفرق. invention and innovation، invention creating something new result in new knowledge. The innovation transformation an idea or resources into useful application. يعني حاجة موجودة وأنا بدي أعيد إنتاجها أو أعيد تقديمها أو أقدمها بشكل مختلف اللي عندي. The five steps to generating creative idea: preparation, incubation, insight, evaluation, and ايش؟ elaboration الموجود عندي. التكنيكس فور جنريتنج ايديا: البرين ستورمنج عادة كمجموعة كيف بدنا نفكر فيها. بنيجي بنقعد بناخد الافكار الموجودة، عادة برين ستورمنج تكنيكس واضحة ومعروفة عند الجميع. الشغلة الثانية فوكس جروب ديسكشن، بنجيب ناس خبراء من خلينا نقول من 5 ل 10، هدول بنبدأ نطرح الأفكار الموجودة. Library and Internet Research، بدنا نبحث في المكتبات ونفكر ونشوف كيف نقدر نيجي ونجيب هذه، يعني نشوف إيش نعمل في العالم أو في الدول الأخرى أو المناطق المشابهة. هاي تكلمنا عن إيش الرولز تبعت البرينستورمينج، الفوكس جروب إيش هي، واللايبراري أند إنترنت ريسيرش كيف بدي أعمل فيه. Other tools أو تكنيكس الكاستمر ادفايزري بورد، في مجموعة استشارية للزبائن. دي ان ذا لايف ريسيرش، حدا بقعد وبشوف الناس كيف بتشتغل ومن خلالها بقدر يعمل يشوف أفكار جديدة. Encouraging new idea establishing a focal point for idea encouraging creativity at the firm level. هذه من الشغلات. The process of generating product development, opportunity identification, opportunity analysis, idea genesis, idea selection والconcept development لما تتطور هاي. طيب ايش الفرق بين الـ opportunity والـ idea؟ الـ idea يعني فيش عليها اي جمارك زي ما بقول، هي حاجة مفتوحة بتقودش ل قيمة مالية على طول، يعني هذه بنتجش عنها بزنس. الآن مين اللي بنتج عنها البزنس؟ الأوبرتونيتي. طب إيش الأيديا بتتطلب؟ الأيديا ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، بس ما فيش إيش متطلبات إلها. بينما الأوبرتونيتي في متطلبات إلها. إيش هي الأوبرتونيتي؟ بدي يكون عندي معرفة في السوق، يعني في أنا بعرف الزبائن، ناس حتدفع من فلوسها لتشتري المنتج او الخدمه تبعتي، وهذه مهمه. ايش الشغله الثانيه؟ لازم يكون عندي فلوس. ليش؟ I have to have money، لانه الماني هذا بيعملني enabling انه ابدا الشركه تبعتي، my business. It enable me to start my own business. الشغله الثالثه المانجمنت او الهيومن ريسورسز، لازم يكون عندي الخبره الكافيه.
لازم يكون عندي التكنيكس الكافي، لازم يكون عندي الأيدي العاملة اللي بتقدر تشتغل أو تنتج هذا المنتج الموجود عندي. هذه الهاي الآن opportunity can be defined such as a favorable set of circumstances that generate a need or a gap to be filled using a new product, service or business. يعني هي في الآخر الـ opportunity هي اللي بتعطيني فلوس، يعني هي اللي بتعمل generation للموني، وهذه مهم جدا نحددها في هاي. What is an opportunity in business term? إيش هاي carry on different meanings such that it is defined as an idea with commercial potential. يعني في إلها هاي زي ما احنا شايفين في الميزان إلها فلوس بتيجي. Opportunity generate money. وهذه من الشغلات المهمة. A challenging issue. How can we find business opportunity when we are in a crisis? فلسطين احنا في كرايسيس على طول، في العرب وفي العالم العربي برضو موجودة المشاكل. عادة اذا بنطلع عليها يعني بدي اشوف وين احنا رايحين، عادة الاوبورتونيتي تتولد من حاجتين، لو في عندي برودكت او سيرفيس سعرها عالي معناته هان في اوبورتونيتي، لو في عندي برودكت اند سيرفيسز عليه او في زحمه عليها يعني الموجود بكفيش، هاي معناته الزحمه معناته في ايش، في opportunities هناك. الان لو في مشاكل عندي الناس بتشكي من شغلات معناته في ايش opportunity. How can we open new businesses in Palestine, aren't we in a crisis؟ يعني هذه عاده الكرايسيس بتعطيش مجال للناس انه يشتغلوا او يفتحوا اي شيء. Haven't we discovered everything already? Aren't product perfect already? Aren't current business are going broke on daily basis? Isn't it too crowded already for a new enterprise? How can you survive as a new enterprise? عادة كل هذه المشاكل يعني واقع لازم نفكر فيه في الهاتف. في الغالب in reality we don't know إنه الأنسر. عادة إذا بتيجي على الشركات الناشئة في نسبة فشل مش بسيطة يعني في هذا المجال. الآن الـ opportunity present itself when you are ready، لما أنت تكون جاهز تبين لها. What do we see after each crisis? War, electricity crisis, no salaries, no fuel or gas. دائما في هذه business opportunity. في عندنا مثلا من المجالات اللي فتحت حاليا موجودة السولار انرجي بروجكت، alternative biofuel, a new construction, a time of danger, a time of opportunity. يعني هذه دائما بتطلع عليها هي التحديات والمصائب دائما بتفتح الفرص جديدة للعمل. الآن الـ opportunity لازم تكون attractive، لازم تكون durable، create or add a value for its buyer or end user. في نفس الوقت timely، يعني انت بدك تكون في نفس الوقت اللي هي في حاجة تقدر تاخد هذا الopportunity اللي عندي. فبنبدأ بالopportunity seeking، بعدين opportunity screening، يعني لما نشوف احنا بنبحث عن opportunity، بعدين بنعمل screening لها بنشوف هذه ايش فرصها، بعدين opportunity seizing اللي هي الاخذ زمام المبادرة والفرصة الموجودة قدامي. في عندي ثلاث شغلات بتحدد opportunity. ايش هي؟ الترندز اللي هي الموضة، انت بدك تشوف الموضة اللي ماشية في البلد، سواء الموضة الاجتماعية، سواء الموضة بناء على السياسة، الموضة المبنية على الوضع الاقتصادي. الان لكل حاجة، مثلا حاليا في عندنا في غزة موضة المشي، فأي حاجة إلها دخل بالهيلث والترند تبع الحفاظ على الوزن، وهذا صار إلها شيء. الآن الترند الموجود عندي مثلا استخدام التكنولوجيا الحديثة، الناس كتير بتشتري بتطلع من الفيس أو من المجموعات، الآن الناس بتشتري من المتاجر باستخدام applications mobile apps. هذه من الشغلات اللي بدنا نطلع عليها. solving problem، دائما انت بدك تطلع كيف اذا في ناس بتشكي من حاجات كيف انا بدي احل هذه الشغلات في هذا المجال. الثيرد اللي هي finding gaps in the marketplace، عاده
في شغلات مثلا وضح خلال مثلا فترة كورونا انه المحلات فتحت بس مش قادرة، الزبائن مش قادرة تصل للمحلات والمحلات مش قادرة توصل، فالدليفري بيبل والناس اللي صارت تشتغل كأبليكيشن انه وصلت الزبون مع المحلات، هذه يعني فرصة اجت للبزنس الموجود عندي. فاحنا عندنا الفورسز اللي هي بتأثر فيها، economic forces اللي هي القوة الاقتصادية، السوشيال فورسز اللي هي القوة الاجتماعية، technological advances والpolitical action and regulatory change، لما يصير عندنا في تغير في الظروف، تغير في المعايير، حينتها بتفتح فرص موجودة في هذا المجال. هذول تكلمنا عنهم. solving problems زي حكينا، لما الناس تلاقيهم complain وفي مشاكل عندي، فأنا هذه فرصة أفتح فيها. ويعني زي مشكلة الكهرباء المقطوعة اللي عندي، الفرص عندي إيش؟ إن أوفر بدائل. إيش الحلول الإبداعية؟ الآن في ناس عملت المولدات اللي في الشوارع، في ناس لا ممكن تستخدم حاجة تانية اللي هي مثلا خلينا نطرح اللي هي الخلايا الشمسية وكيف توزعها للناس أو تبيعها للناس، أو البايوفيول اللي عنده، وهذا لسه أنتابت الموجود عندي. الآن زي ما حكينا من الشغلات المهمة اللي هي المانجمنت، المانجمنت يكون عندها بريور اكسبيرينس يعني خبرة سابقة، عندها كوجنيتيف فاكتورز ذكاء فطري، عندها كرياتيفيتي إبداع، وعندها سوشيال نتورك هي بتعرف لوين تروح أو كيف تحل المشاكل، أو عندها شبكة اجتماعية بتسهل عليها حل المشاكل. وهيك بنبقى أعطيناكم فكرة بشكل جيد عن الايدياز كيف نعملهم جينيريشن، وعن الاوبورتونيتيز كيف احنا نكتشفها وكيف احنا نعملها سكريننج وكيف احنا ناخذ زمام المبادرة ونستغل هذه الاوبورتونيتي. هذه ممكن نستخدمها كلها في المساقات اللي احنا بندرسها، سواء انا مثلا لو بدرس مساق ديجيتال كنترول او رينيوبل انرجي او ديجيتال الكترونكس، هذه الكورسات كيف ممكن اربطها في المجتمع وفي حاجات المجتمع، بحيث انه طالبي يقدر يشوف جزء من الواقع. الان في مساقات اكثر زي مثلا خلينا نقول بروجكت مانجمنت، زي مساقات مثل انتربرنور شيب اند سمول بزنس مانجمنت، هذه يمكن دايركتلي مربوطه مع المجتمع ومربوطه مع هذه الافكار. هذه من الشغلات اللي احنا بنسعى لنصلها ونستغلها مع طلابنا، انه نزود جرعه العمل ونربط طلابنا ومساقاتنا بالسوق والمجتمع. وبنقول لكم إن شاء الله ربنا يوفقكم في كل شيء، و good luck in your next business opportunity، والسلام عليكم ورحمة الله.